فريق دفاع تجنانت دخل هذه المباراة تحت شعار الخطأ ممنوع في لقاء لا يقبل القسم على اثنين أمام الضيف أولمبي المدية الذي جاء هو الآخر من أجل العودة بنتيجة إيجابية. الدفاع دخل مباشرة في تفاصيل العمل الهجومي وتمكن في الدقيقة الأولى وتحديدا في الثانية الأربعين من الوصول إلى شباك الحارس أوسرير عن طريق اللاعب المتألق شنيجر فارس. وهذه الإعادة لهدف شنيجر فارس. الدفاع كان بإمكانه إضافة ثلاث أهداف محققة بعد ثلاث محاولات. الأولى كان وراءها اللاعب عايب محمد أشرف أمام شباك شغيرة، الثانية من كرة ثابتة ومزار شكيب وجها لوجه يضيع، الثالثة بعد خطأ من أسرير مزواني ينفرد بالكرة لكن يخفق في تحويلها إلى هدف. آخر محاولة في هذا الشوط كانت دائما للمحليين مؤدا من كرة ثابتة وأسرير يصد هذه الكرة. شوط أول انتهى بتفوق الدفاع بهدف دون مقابل. المرحلة الثانية ورغم التغييرات التي أحدثها سليماني على تشكيلة الفريق إلا أن السيطرة بقت محلية عن طريق مزواني في هذه الرأسية وحداد فؤاد يخفق هنا أمام أسرير. نلعب الوقت بدل الضائع. الأولمبي يستفيد من ضربة جزاء في وقت حاسم بعد عرقلة في منطقة العمليات، وهي ضربة الجزاء التي احتج عليها المحليون مطولا. الحكم عبيد شرف كان قريب من الخطأ لكن الحارس جوناثان أراد أن تبقى النتيجة على حالها عندما صد كرة حامية مهريا بذلك الفوز لفريقه.